نرجع تاني بقى ونكمل حديثنا سريعا في اجابات سريعه، فاضل لي دقيقه واحده ولازم اختم. مين اقرب للدوري الممتاز؟ للدوري الاهلي. مين اقرب بطوله افريقيا؟ الاهلي. مين اقرب للدوري؟ في منافسه في بيراميدز اول الدوري دلوقتي، الزمالك جاي، فرقه المصري موجوده، في منافسه في الدوري، بس طبعا يعني الاقرب هيبقى زمالك بيراميدز زمالك اهلي. ايه البطوله الاقرب للزمالك السنه دي؟ كاس مصر. كاس مصر. معتمد جمال يقدر يكمل نهايه الموسم؟ يقدر. يقدر. يقدر بس الناس تديله الثقه. معتمد على فكره 3 من 3. لحد دلوقتي 3 من 3. انت مع فتح القيد ولا ضده؟ لا مع فتح القيد 100%. مع فتح القيد 100%. بس خد بالك كابتن سيف، ظروف النادي صعبه قوي. قوي. عشان تحل مشاكل النادي الزمالك انت محتاج مش اقل من 300 مليون جنيه دلوقتي. صح. توقعاتك لماتش بكره؟ ان شاء الله الزمالك هيكسب. مين ثلاث حراس مرمى المنتخب الوطني من وجهه نظرك؟ شناوي شناوي، ممكن نحط ابو جبل. شناوي شناوي ابو جبل. هل صبحي ممكن يكون في الجيم؟ برضه لا، هو بعيد يعني صراحه بعد المستوى اللي قدمه مؤخرا دوت والمشاكل اللي حصله له دي. هل المدير الفني عايز يخلي واحد سنه صغير يبقى موجود؟ فهي هتبقى برضه الامور صعبه، بس انا شايف ان الثلاثه دولت مستواهم ثابت الفتره اللي فاتت دي. شرفتني ونورتني يا كابتن طارق. حبيبي يا كابتن سيف، شرف بوجود حضرتك دايما. ربنا يخليك. كابتن حسن شرفت بوجودك. الشرف ليا يا كابتن سيف. شكرا كابتن. الله يخليك. بعدين ما تتبدأش كابتن حسن بيسمع الارقام دي يعني، وما يعني ما... انت اخر عقد كان بكام يا كابتن؟ يعني في الاهلي ولا في في, في اي حته؟ لا في في المحله. يعني 500,000 ده اكبر حاجه؟ لا كان في اكبر، كان في وادي دجله، كان في. خدت كام؟ اكبر حاجه كام؟ اكبر حاجه كانت مليون جنيه. مليون جنيه؟ ما عدتش القصه. لا لا كابتن سيف الظروف مختلفه. انت عديت الحاجات دي انت؟ انا؟ انا غلبان والله. انت وصلت لل... انت انت على فكره واخد عني فكره. لا لا خلي بالك برضه الارقام كانت برضه قليله قوي في الفتره فعلاً؟ دي. لا والله؟ يعني هتلاقي برضه 600 700 بس عارف يستثمرهم. انا سامع في استثمارات كتير والله. ولا الكلام ده خالص في سوق العقار شايف في استثمارات كتير. خد بالك انا بقى مش كده. لا انا اعلى عقد ليا في نادي الزمالك 950,000 جنيه.